ايه يا ابني ساعة عشان تجيب دول؟ اعمل لك ايه يعني من محل زحمة؟ بعدين انا امسك جبت الجرنون اصلا. وايه ده؟ ده عصير قصب. اشرب يا حبيبي، اشرب بابا. عصير قصب يا حبيبي؟ ايه ده يا ابني ده مسكر قوي. حياتي اقول لك مش مسكر. هتعمل ايه يعني؟ حياتي انا مزنوق من الصبح اصلا والصبح. لا يا عم مش عايزين اضافاتك المقرفة دي. مش شربه كمان. ولا بص كده ايه في ايه الراجل ده شكله مش تمام. ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ موضح فيه ازاي كل نقطة بالظبط. تمام جميل ارجو الاهتمام. انا بجد سعيد جدا ان انا قابلت واحد زيك. شكرا. فخور بجد يعني. شكرا جدا. نورت. شكرا جدا على اهتمام حضرتك ووقتك الثمين. ده ما تقولش كده واجب وطني عليا. احنا في الثورة ولازم نساعد كل واحد يعني هيساعد البلد دي. شكرا. شكرا جدا. صباح الفل يا دكتور يحيى. صباح الخير يا مهندس. في 2 وارد لسه جايين، لو فايق نقي لك واحد. ماشي. ماشي يا مهندس. بقول لك يا مهندس. ايوه يا دكتور. بعد اذنك بس اعمل لي كوباية قهوة. ماشي؟ بس غليها ها؟ وظبطها. أنا يا دكتور. محسن. أيوه يا دكتور. أنت شفت المريض اللي اسمه شريف الكردي؟ شريف الكردي؟ آه. اه ده ما بينطقش من امبارح كده قاعد مساهم للحيطة ما بينطقش عامل لي فيها مجنون ابن بس على مين ده مهروش قوي ممثل فاشل عايز يطلع ملحوظ في دماغه اهول له من الحبل المشنقة اللي هيتلف حوالين رقبته ان شاء الله مفيش فايدة فيك يا محسن بص انت لسه مخلص الشرايين يا عمرو بيه اصل ابني تعبان شوية نزلت اجيب له دواء الدواء بتاعه خلص انت متعود تنزل متاخر يعني عمرو ايه؟ قول بس ايه اللي انت جاي بيه ده؟ ايه يا فريده في ايه؟ بص يا احمد يا حبيبي انا قلت لك ان انا هظبطك في الوظيفه دي بس كان لازم تيجي لابس بدله ولا يهمك انا هظبطك يا حبيبي بس هو في ايه يا فريده؟ محدش هنا في الشركه غيري ولا ايه؟ مفيش حد متقدم الوظيفه دي غيري؟ انت قريت فيها؟ اه في واحد جاي هناك صباح الخير صباح النور انا علي كنت جاي عشان خاطر وظيفه المعلنه وكنت عايز اعمل انترفيو اتفضل اقعد هناك صحيح يا احمد تشرب ايه؟ مفيش بيرة عندكم هنا؟ بطل هزار يا احمد قولي بقى تشرب ايه؟ بس كافيه يا ستي 5 معالق سكر يا سكر عم رفعت نعم يا استاذ اعملي واحد نسكافيه 5 معالق سكر ونص الو
محمد. اتفضل. اوكي. ازيك يا محمد؟ السلام عليكم. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل. ايه الاخبار؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. محمد عرفني بنفسك. انا اسمي محمد هاني، خريج كليه التجاره دفعه 2009 بتقدير جيد جدا. خلصت دراسه وبدات ادور على شغل، اشتغلت في كذا شركه. هاي يا محمد. ماشي ان شاء الله. انا عايز اتحضر نفسك علشان عليك حد ان شاء الله تبتدي معانا ان شاء الله بحد باذن الله. ماشي ان شاء الله. عليك انت حد بجد نوارك كده. شكرا. اتفضل اتفضل. سارة هات السيد وتعالي. سيد وتعالي.